بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة هي إعادة لمحاضرة سابقة سجلتها، ولكن نظرا للأبديت الكتير اللي حصلت في الستاندر بتاعت الـ AABB، فاضطريت إن أنا أعيد تسجيل المحاضرة من الأول خالص. إن شاء الله أحاول أنوه على إيه الأبديت، إيه اللي تم فيه يعني، مع يعني حاليا هذه المحاضرة تعتبر إن شاء الله الأبديت الكامل لما تم في الـ AABB Technical Manual، سواء اللي هو الـ 19 الأخير أو الـ AABB Standard اللي هو رقم 31. المفروض إنه إن أنا بتكلم هذه المحاضرة بناء على ما هو موجود في الـ AABB Standard والـ AABB Technical Manual، ونادرا ما يؤخذ من الـ WHO في بعض الحاجات اللي هي غير مذكورة في الـ AABB، وهي حاجات نوادر جدا قليلة جدا. أيضا في بعض الحاجات غير موجودة أصلا في أمريكا، مثلا زي الحجامة، وبالتالي هي قيست على ما هو موجود في الستاندر أو قيست على الواقع اللي احنا عايشينه، سواء مثلا في المملكة العربية السعودية أو في مصر. مرحلة الكشف على المتبرع بتمر بعدة خطوات، أولهم إن احنا بنتأكد من هوية المتبرع، ثانيهم بنعمل تشيك للفايتال ساين وانذر امبورتنت ساينز زي ما هنتكلم عليها، ثالثهم ان احنا بنعمل assessment للدونر هيستوري كويشنير بتاع المتبرع كله، اخر حاجه ورابع حاجه بنعمل open discussion مع المتبرع. في هذه المحاضره ان شاء الله هنتكلم على الالوجينيك دونيشن والاوتولوجس دونيشن. الالوجينيك دونيشن اللي هو مقصود به ان شخص بيتبرع لغيره، يعني شخص بيتبرع وواحد تاني هياخده، وهذا الشخص في الأغلب هو بيتبرع مش لشخص معين، ولكن بيتبرع لمريض هياخد دم، في الأغلب هو مش موجه ناحية مريض معين، لأنه لو موجه ناحية مريض معين هيبقى في هذه الحالة تسمى directed donation، ودي لها بعض المحاذير اللي ذكرها الـ AABB. الالوجينيك دونيشن في نوع تاني اللي هو الاوتولوجس دونيشن، وده الشخص اللي بيتبرع لنفسه. الالوجينيك دونيشن، قبل ما نبتدي نتكلم على الكشف نبتدي بس نقول انه مرحله الكشف على المتبرع هي مرحله مهمه جدا وليست خطوه عابره. كتير من الميكروبات اللي هي ممكن تنقل عن طريق نقل الدم كتير منها غير مطلوب الاختبارات. لو ان كل الميكروبات اللي ممكن تنقل عن طريق الدم بعملها اختبارات، فده معناه انه ممكن سعر كيس الدم يبقى خيالي يعني، وده طبعا غير مستحب في اقتصاديات الدواء وحاجات زي كده. طيب برضو في بعض اصلا الميكروبات ملهاش اختبارات حتى الآن، وبتعتمد على استبعادها من تقييم الشخص اللي في الكشف للدونر هيستوري كويشنير، زي مثلا ملاريا، زي الشجاز، زي كروزفيلد جاكوبز ديزيز. لازم الكشف على المتبرع يكون في مكان مغلق، يعني لازم، مش طبعا مش المقصود به يعني معتم، ولكن مكان مغلق بحيث انه زي مثلا الغرف اللي بتبقى بابها زجاج، بحيث انه المتبرع لو حابب يقول اي تفاصيل خاصه به للاكزامينر، الشخص اللي هيكشف عليه، يبقى بيتكلم بحريته. ممنوع منعا باتا اسال المتبرع اي اسئله بره هذه الغرفة، حتى ولو انه اسئلة عابرة زي اكلت نمت اي حاجة. ممنوع كشف على المتبرع او اسئلة او توجيه له اي اسئلة
في خارج هذه الغرفة، ولازم الغرفة تكون فيها برايفسي للمتبرع كاملة. طبعا لازم يتم الدونر كونسنت، لازم تتم الدونر كونسنت، ده هو الأصل، لأنه لو ما تمش الدونر كونسنت إن هو موافق على البروسس كلها، يبقى بالتالي ما فيش أي خطوات المفروض تتعمل بعد كده. الكشف عن هوية المتبرع، وده بيتم على مرحلتين. المرحلة الأولى إنه أشوف بيانات المتبرع على الدونر هيستوري كويشنير وقارنها ببيانات الاي دي بتاعه المتبرع. تاني حاجه بشوف الوجه المتبرع وقارنه بالوجه اللي موجود على الاي دي بتاعه المتبرع. طيب احيانا بيكون الوجه غير واضح، ففي هذه الحاله ممكن اطلب منه اي بيانات في بطاقه الهويه تؤكد لي ان هو هذا الشخص. طبعا هذه الاشياء مهمه جدا من ناحيه الميديكو ليجل، يعني ده ميديكو ليجل، طبعا لازم اتاكد ان هذا الشخص هو فعلا الشخص اللي مكتوب في دونر هيستوري كويشنير. بالاضافه ان انا برضو لازم لما بتاكد من الايدنتيتي، فانا بجنب مشاكل انه ممكن يكون شخص خد مثلا، لو انه الاماكن اللي هي عندها بتسجل الكتروني مثلا وفي عندها باركود، فممكن يكون الباركود اختلف مع شخص قبله او غير كده، فيعني شخص اخد باركود مكان شخص، وبالتالي ممكن يكمل الخطوات كلها بباركود الشخص الاخر، وبالتالي ده غلط، وده برضو التشيك على الاي دي بيفيد في هذه النقطة. العمر المفروض انه العمر طبيا من 16 سنة، ولكن طبعا ده برضو راجع لمن له حق التوقيع، وبالتالي مثلا في امريكا اغلب الولايات من عن 17 سنة، في مصر عن 18 سنة، في المملكة العربية السعودية برضو عن 18 سنة. انما الحقيقة الاي بي بي لم تحدد حد اعلى للتبرع، العمر في التبرع، وبالتالي اي شخص ممكن يتبرع. في بعض البريتش جايد لاين مثلا اي لغاية 65، في بعض الجايد لاينز محدد قال لو انه فوق مثلا 65 ولكن ما يكونش اول مره يتبرع. انما انا بتكلم على الاي بي بي، وهي محدده العمر الحد الادنى فقط اللي هو 16 سنه، وليس محدده الحد الاقصى، ولكن طبعا النواحي القانونيه لازم تحترم في هذه الشيء. في الامبورتنت ساين زي الفايتال ساين، سواء بلاد بريشر ولا البلس او تمبريتشر، في الهيموجلوبين، في الويت، في الفيجوال انسبكشن اوف بوث ارمز، في جنرال لوك اوف ذا دول. ناخدهم واحده واحده كده نتكلم عليهم. البلاد بريشر ده من الحاجات اللي هي اتغيرت واصبحت من 90 ل 180، ده السيستول. الدايستول اصبح من 50 الى 100. البلس زي ما هو من استاذنكم في الدايستول، احنا قلنا من 50 ل 100، هو كان من 60 ل 100 اصبح برضو من 50 ل 100. البلس ما اتغيرش من 50 ل 100 وزود irregularities. التمبريتشر برضو من ضمن الحاجات اللي هي ما اتغيرتش، اللي هي يكون بحد يعني اقل من او يساوي بحد اقصى 37 درجة ونص سيليسيوس. الوزن من اول 50 كيلو جرام. برضو مهمة، معلومة مهمة، انه اقصى كمية ممكن ان انا اسحبها من المتبرع في الجلسة الواحدة، طبعا بالنسبة للهول بلاد، هو 10.5 ملي لكل كيلوغرام، طبعا دي بما فيها السمن. يعني احنا طبعا بنتكلم على المحاضرة فيما يخص الهول بلاد كوليكشن وليست فيما يخص الافريسز. الافريسز مفروض لها ستاندر خاص بها، اغلبه في معظمها متشابه جدا في مع الهول بلاد كوليكشن، ولكن الافريس بيبقى له بعض الخصوصية في مثلا البليتليت، في لو ان انا في بالنسبه لبعض انواع التبرع من بلازما، او لو ان انا هتبرع بنوعين كيسين من كيسين من الباكت ار بي سيز.
عموما نكمل. احنا بنتكلم على الـ assessment of the blood donor suitability for whole blood، وبنتكلم في الخطوة الثانية وهي خطوة التشيك للفيتال ساين والاذر امبورتانت ساينز. الخطوة الاولى قلنا ان هي في تشيك الايدنتيتي، الخطوة الثانية هي التشيك الامبورتانت ساينز، وصلنا للهيموجلوبين. الهيموجلوبين من 12.5 بالنسبة للفيميل، 12.5 بالنسبة للفيميل ممكن مقبول، وطبعا مقبول عند 38 هيماتوكريت، والميل من 13 ومقبول الهيموجلوبين طبعا 13 جرام، والهيماتوكريت عند 39. الاي بي بي ذكره انه ممكن ان انا لو انه فيميل دونر، فيميل دونر من 12 ل 12.5 او من الهيماتوكريت من 36 38 ممكن ان هي تقبل، ولكن ببرميشن خاص من الميديكال سوبرفايزر في بنك الدم. برضو من الحاجات المهمه ان احنا نذكرها انه في اعتقد 3 نسخ السابقه للنسخه الاخيره في تكنيكال مانوال ال 19 ما تشال الابر ليميت من الهيموجلوبين، وبالتالي تحط فقط اللور ليميت اللي هو 12.5 للفيميل و 13 للميل، انما متشال الابر ليميت. واعتقد ان هو متروك لكل مكان، كل يعني كل اريا، وبتحدد الابر ليميت بتاع الميل او الفيميل. برضو من ضمن الحاجات بعمل تشيك للفيجوال انسبكشن للبوث ارمز، ممكن يكون مكان اللي هيتسحب منه الدم غير مناسب اصلا لسحب الدم، ممكن يكون زي ما احنا شايفين في انيميا، في اكزيما، في اي امراض جلديه اي شيء، او انه المكان نفسه هيكشف لنا على انه في اي دراج ادكشن او اي شيء زي ما احنا شايفين في الصوره الثانيه اللي موجوده هنا. طبعا شكل متبرع ومظهره العام، منظره العام، وهو ما ينفعش طبعا يقبل اي متبرع جاي اكزهوستد من العمل او من سفر طويل او من اي شيء او مش نايم، ويفضل ان يكون اخذ نوم الليل على الاقل خالص، وهو حوالي 5 ساعات، غير ذلك فهو غير مقبول. نيجي للمرحلة الثالثة وهي التشيك للدونر هيستوري كويشنير. أنا بعمل أسسمنت لإجابات الدونر وأشوف هل هي متطابقة مع التبرع ولا غير متطابقة مع التبرع. قبل طبعا ما أبتدي أعمل أسسمنت للدونر هيستوري كويشنير أتأكد إنه ان هو فعلا قرا الايديوكيشنال ماتيريال، والايديوكيشنال ماتيريال دي مفروض ان هو بياخدها مع التسجيل، يعني بعد ما بيجي يسجل اسمه في الراغبين في التبرع اللي هو عايز يتبرع، فالمفروض ان الشخص اللي بيسجل له بيعطي له الايديوكيشنال ماتيريال، والايديوكيشنال ماتيريال فيها بيقول له بالظبط ايه اللي هيحصل في التبرع، ولو انك في بعض الادويه بتاخدها فانك يعني لا يجب ان تتبرع او يجب ان تؤخر نفسك للتبرع لمده شهر او اسبوع او سنه على حسب الادويه، واذا كان في بعض الاعمال الخطره اللي انت يعني بتعملها او بعض الممارسات الخاطئه اللي قمت بيها، كل الحاجات دي بيبقى موجود منها في الادوكيشنال ماتيريال. ان شاء الله انا احاول احط تحت في الديسكريبشن بتاع الفيديو حط اللينك لحاجات الاي بي بي الخاصه بالاديوكيشنال ماتيريال والدونر هيستوري كويشنير والديفيرال دراج ديفيرال والحاجات اللي زي كده، ان شاء الله هحاول احطها باذن الله. برضو ان شاء الله هحاول احط للفيديو خاص بالهيمو كيو او الهيمو كنترول، الاجهزه اللي هي تعتبر رابيد تيست او يعني زيها، احط طريقه استخدام المثلى لها، وبرضو طريقه عمل الكنترول خاص بها ان شاء الله احاول احطها. انا ما حاولتش احطها في هذا الفيديو لانه عشان ما ياخدش وقت اطول يبقى الفيديو اطول. طيب وقت الوقت ما بين التبرع والاخر، طب لانه طبعا لو تبرع بهول بلاد فالمفروض انه
يقعد 8 أسابيع اللي هي 56 يوم بحد أقصى 5 مرات في العام. ولو اتبرع بوحدتين من وحدتين RBCs collection عن طريق الأفريسز لازم يقعد 16 أسبوع. ولو بيتبرع ببليتلت أفريسز ما بين كل بليتلت أفريسز والآخر لازم يقعد يومين. ممكن يتبرع مرتين في الأسبوع بحد أقصى 24 مرة في السنة. ولو أنه بيتبرع أحياناً ممكن هذا الشخص يتبرع بوحدتين من الصفائح في نفس الوقت بجهاز الأفريسز، وحدتين أو ثلاثة من الصفائح، وده لازم يفصل ما بينهم 7 أيام. يعني هو إحنا مش بنتكلم على الأفريس في هذه المحاضرة بالتفصيل، ولكن حبيت أن أنا أجمع بس الانترفال كلها لأن فيها بعض اللخبطة عند بعض الزملاء. بنكمل في الانترفال. وطيب لو واحد اتبرع ببليتلت افريسز وعايز يتبرع بهول بلود، المفروض ان هو بيستنى يومين فقط عشان يتبرع بالهول بلود. في جمله دايما ذكرها الاي بي بي اللي هو انه مفروض الاكستراكوربوريال فوليوم اللي تم اثناء الافريسز نفسه اثناء التبرع بالبليتلت ايا كان، يعني سواء ايا كان بالافريسز تبرع بليتلت او بلازما او حتى باك افريسز، الاكسترا كوربوريال فوليوم اللي هو الجزء اللي اتسحب منه وما رجعش للجسم تاني من كميه الريد بلود سيلز، المفروض انه دايما الجزء اللي ما يرجعش للجسم من الباكت ار بي سيز اللي هي الاكسترا كوربوريال فوليوم ده يكون اقل من 100، وده اللي منطبق عليه انه يقعد بس يومين قبل ما يتبرع هول بلاد. طيب لو انه تبرع بالهول بلاد وعايز يتبرع ببليتلت، اوكي، لازم يستنى 8 اسابيع عشان يتبرع بعد كده. طيب بالنسبه لو انه هيتبرع ببلازما فريكوينت بلازما فريسز اللي هي تعتبر سورس بلازما او بيتعمل منها بياخدوها الشركات برضه عشان يعملوا بلازما فراكشنيشن، ده لازم ينتظر يومين ما بين كل تبرع والتاني برضه بروفايد ذات الريد بلود سيل اكسترا كوربوريال فوليوم اقل من 100 مللي، واربع اسابيع لو انه هيتبرع ما بين انفريكوينت بلازما فريسز والاخرى، والانفريكوينت بلازما فريسز لها ستاندرد ولها ريكويرمنت مختلف خالص على الفريكوينت بلازما فريسز، مش مكانها هذه المحاضره. السؤال اللي بيقول Are you feeling healthy and well today؟ طبعا لازم يكون زي ما قلنا لازم يكون يوم التبرع لازم يكون بصحة جيدة ومش حاس بأي إرهاق، مش حاس بأي قلة نوم، أو مش حاس إنه يعني أي حاجة abnormal عنده، مش حاس إن الأمور طبيعية عادية عنده كده. بالنسبة للأنتيبيوتيك طبعا لازم بنعمل ديفير لمدة 1 ويك من آخر جرعة في الانتيبيوتيك والانتي ميكروبس also زي الانتي فانجل أو ما شابه 1 ويك. برضو هو المشكلة مش في الانتيبيوتيك أو الانتي ميكروب، هي المشكلة هي كان بياخدها عشان إيه، يعني واخد الحاجات دي عشان إيه، فبالتالي هو أكيد عنده انفكشن أو يعني أيا كان الانفكشن سببه سواء كان فانجس او بكتيريا، فهو بياخد اسبوع من اخر جرعه كامان من ان يكون هذا الانفكشن راح من عنده وليس السبب في الانتيبيوتيك او الانتي ميكروبس في حد ذاتها، لانه في بعد كده هنعرف في بعض الادويه مشكله في هذه الادويه في حد ذاتها. طيب اي 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 تبرع عنده اي اكيوت انفكشن مرفوض له التبرع نهائيا، acute infection سواء حتى لو انه acute infection acute arthritis، يعني حتى لو انه عنده التهاب حاد، التهاب مثلا حاد في العين لسه جديد، التهاب حاد في المفاصل، التهاب اي التهاب حاد مرفوض لو التبرع طبعا، وده لا يشترط لا يعني ده يختلف عن بعض الالتهابات المزمنه اللي هي ما بتبقاش في مرحله بكتيريميا الشديده، يعني مثلا زي الكرونيك اكزيما في بعض الحالات ملهاش اي مشكله، ما فيش اي مشكله منه ان هو يتبرع.
طيب في بقى دي هذه الأدوية مشاكلها في الأدوية نفسها، وهي لستة، وإن شاء الله نحط زي ما قلت لكم أحط في الديسكريبشن إن شاء الله لينك للميديكيشن ريفيرال ليست بتاعت الـ ABB بإذن الله. دي بعض منها زي ما بنشوف كده، البروسكار والبروفيشيا لمدة شهر. طبعا دولت من ضمن في بعض الأدوية لعلاج تساقط الشعر، وبعض الأدوية لعلاج البروستاتا تقعد لازم يقعد شهر. في الأدوية زي الأكيوتان، وده من ضمن علاجات حب الشباب ولازم ده يقعد شهر. في الأدوية زي الأفوتارت من ضمن علاجات البروستاتا، وده بيقعد لازم يقعد 6 شهور من آخر جرعة. في سوريتان، وده من ضمن علاجات الصدفية، يقعد 3 سنوات ما يتبرعش. في التكسون، ده من ضمن علاجات برضو الصدفية، وده لو خد منه الجرعة بتاعته يعتبر بيرمانت فيرال ما يتبرعش نهائيا. طبعا كل الأدوية دي مشكلها في بعضها تراتوجينيك وبعضها كارسينوجينيك في نفس الوقت. بعضها تراتوجينيك وبعضها كارسينوجينيك زي ما بقول لحضرتك. طيب الجروس هرمون، برضو البيتيوتري جروس هرمون برضو بيرمان ديفيرا لو انه واخده خالص. دي ادويه خاصه بمشاكل البليتلت، حاجات الخاصه بالبليتلت، وزي ما حضرتكم شايفين الاسبرين. طبعا هذه الادويه بس مشاكلها في الشخص اللي هتبرع بالبليتلت، بليتلت افريس فقط، انما الشخص اللي يتبرع بهول بلاد ممكن جدا ياخد هذه الادويه يتبرع ولكن يرمى منها بليتلت كومبوننت، وفي بعض الادويه بيرمى بلازما كمان كومبوننت. بما ان اصلا البليتلت اغلبها هي عباره عن بلازما زائد بليتلت، فبيفضل دايما ان يرمى الاثنين مع بعض. الاسبرينت يومين، الفيلدين برضو يومين، ده لو انه هيتبرع بليتلت افريس زي ما قلنا، انما هو البلاد ممكن يتبرع عادي يستفاد بالباكتر بيسيز ويرمى البلازما بليتلت. البلافكس والتكليد 14 يوم ديفيرال، والوارفارين 7 أيام مين 7 أيام ديفيرال. الهبارين والهبرين دريفاتيفز 7 أيام برضو يستفاد فقط من الباكت أربسيز. دايركت ثرومبين انهيبيتور برضو يومين ويستفاد برضو من باكت أربسيز فقط لا غير. دايركت فاكتور 10 اي انهيبيتور برضو يومين ديفيرال لمدة يومين و يستفاد من الباكت أربسيز فقط لا غير. ده الليستة إن شاء الله نحط لكم في الديسكريبشن بإذن الله، إن شاء الله ديسكريبشن في هذا الفيديو بإذن الله. بالنسبة للفيميل دونر، طبعا البريجننت ملهاش تبرع، ولكن بعد الولادة بستة أسابيع. الكونتراسبتيف بيلز، حبوب منع الحمل برضو ما فيش أي مشاكل فيها، نوت كوز فور ديفيرال. المنثلي بيريد برضو نوت كوز فور ديفيرال، ولكن يفضل انها لا يكون التبرع في اول الدوره الشهريه، يكون في وسطها او اخر الدوره الشهريه. الفاكسينيشن، في بعض الفاكسينز ما لهاش اي ديفيرال خالص، زي اللي هي الناس اللي ياخدوا توكسويد او سينستيك او كيلد فايرال او بكتيريال او ريكيتيال فاكسين، زي مثلا الكوليرا والدفتيريا والهباتيتس A وB، الانفلونزا والنيوموكوكاي والبوليساكرايد والريبز والتيفويد باي انجكشن. في بعض الفاكسينز لمدة اسبوعين ديفيرال لمدة اسبوعين، وهي بتبقى لايف اتينويتد فيرال او بكتيريال فاكسين، زي الميسلز والمامبس والبوليو والأورال سابين والتيفويد أورال واليلو فيفر، دي لمدة أسبوعين. في بعض الفاكسينز لمدة 4 أسابيع برضو بتبقى live attenuated viral أو bacterial vaccine، زي German measles اللي هي الروبيلا والchicken pox الفيروسيلا زوستر. دولت بس اللي هم 4 أسابيع. في لمدة عام، طبعا مدة سنة لو انه واخد الاميونوجلوبلين هباتيتس بي فيروس اميونوجلوبلين، انما الفاكسين ما فيش اي مشكلة في الاميونوجلوبلين اللي هو بيسمى اعتقد اللقاح، يمكن
او مصر مش عارف بالعربي بصراحه اسمه، انما هو الاميونوجلوبين اللي هي الاميونوجلوبين الجاهزه، الاجسام المضاده الجاهزه هيباتيتس بي فيروس، ده اللي بياخده لازم يقعد سنه ما يتبرعش فيها غير الفاكسينز الفاكسينيشن. برضه يعني هو الفكره في الاميونوجلوبين ليه بيقعد عام، لانه مش عشان الاميونوجلوبين في حد ذاته، هو عشان هو خده ليه؟ هو خده لانه ممكن يكون جدا اضطر ياخده لانه تشك مثلا من ابره عليها دم ومش واخد هو التطعيم بتاع الفاكسين فاضطر ان هو ياخد الاميونوجلوبين جاهز، وبالتالي هو ده الخطر في هذا الموضوع، بالاضافه الى نسبه نجاحها طبعا الاميونوجلوبين مش زي نسبه نجاح الفاكسين. اي فاكسينات اي فاكسين غير مرخص او غير مرخص له او غير معروف يعني، فيقعد لمده سنه برضو من ما بياخد. اللي تم نقل دم له او خلايا او اي اعضاء، حتى لو انه بون مارو او جرافت او سكين جرافت او بون جرافت او اي شيء، لازم يقعد لمده 12 شهر، اللي هي سنه ما يتبرعش. اللي أخذ ديوراماتر اللي هو غشاء للمخ، غشاء من ضمن أغشية المخ، أخذ غشاء المخ من شخص آخر، ده بيرفض رفض تام تماما. طيب من شخص آخر، طيب لو إنه لمس دم شخص آخر عن طريق الإبرة أو عن طريق طبعا أو لمس إبرة ملوثة بالدم، طبعا غير دمه هو يعني غير دم الشخص نفسه، سواء عن طريق يعني سواء عن طريق دخلت الدم دخلت الجلد او حتى لمست الميوكوس ميمبرين، فبالتالي برضه بيرفض لمده سنه. سيكشوال كونتاكت من الحاجات اللي اتغيرت، واصبح اي يعني اي علاقات غير شرعيه ما بين الرجل والانثى طبعا يرفض لمدة عام، وحتى مع الرجل مع الرجل لمدة عام طبعا هذا للأسف يعني. لكن من ضمن الحاجات اللي اتغيرت في الستاندر الأمريكي طبعا يعني الأنثى اللي هي شغالة في هذا المجال والعياذ بالله اللي هي بتبقى ليس لها تبرع نهائيا. طبعا كان قبل كده المين سكس ويز مين مان سكس وز مان، طبعا دي كانت قبل كده بترفض نهائيا، دلوقتي خلوها لمده عام. طيب التاتو والحاجات دي برضو من ضمن الحاجات اللي اصبحت صريحه، ان ممكن لو ان التاتو نفسه هو يرفض لمده عام، الا ان يكون التاتو نفسه الماده المستخدمه مصرح لاستخدامها من وزاره الصحه الخاصه في هذا المكان، بالاضافه ان هو بيستخدم الادوات اللي بيستخدمها بتبقى سنجل يوز فقط لها. لو انها سنجل يوز تولز ديسبوزابل، يعني الادوات اللي بيستخدمها ديسبوزابل، والماده نفسها بتاعه التاتو اللي هو الوشم يعني مصرحه من وزاره الصحه، فممكن ان هو يتبرع عادي جدا مفيش اي مشكله. برضو من ضمن الحاجات اللي اتغيرت اللي هو الوخز بالابره والكلام ده، بقى اصبح الكلام صريح جدا انه لو انه برضو سنجل يوز الابر الصينيه او الوخز بالابره او بعض الحلقان اللي هي سنجل يوز ما فيش اي مشكله فيها، انما المشكله في الشخص اللي بيستخدم او تم استخدام ابر استخدمت لاشخاص اخرى، فلازم يقعد لمده عام بعد استخدامه. السيفلس والجنورية لازم يقعد لمده عام من العلاج، من اكتشاف المرض والعلاج، لازم يقعد لمده عام من تاريخ العلاج انتهاء العلاج تاريخ انتهاء العلاج بالنسبة للسيفلس والجونورية بالنسبة للدونر، وده ما اتغيرتش فيها. برضو التوقيف أو الاعتقال أو السجن لمدة عدى عليه 3 أيام لازم يرفض أو لازم يأخر تبرعه لمدة عام، طبعا لأن هي أماكن موجودة. من ضمن الحاجات اللي بقولك عليها اللي هي إحنا يعني مش موجودة في الاي بي بي كصراحة، ولكن انه احنا عدلناها بما يقارب الموجود. فالحجامة مثلا احنا الحجامة في الاصل بتاعها ان هي
لمدة عام، إلا إذا كانت تمت هذه الحجامة في أماكن مرخصة للحجامة وباستخدام المعدات الشخصية ولمرة واحدة فقط لا غير. بس هي دي اللي ممكن نعتبرها كأنه اتبرع وياخد 8 أسابيع برضه زيه زيه كأنه اتبرع whole blood. خلاص؟ يبقى الحجامة الأصل فيها عام، إلا إذا استخدم إلا إذا تم في أماكن مرخصة للحجامة و استخدم فيها الديفايس اللي هو الآلات اللي بتستخدم في الحجامة، الأدوات اللي بتستخدم في الحجامة، ولكن هي استخدام شخصي مرة واحدة، فممكن يعتبر مثل التبرع بدم كامل لمدة 8 أسابيع. عارف إن في أنواع من الحجامة وأنواع، مش كل، ما فيش يعني بعض الحجامة أنواع من فيها أنواع على أماكن محددة، في أنواع على أكتر من مكان، في أنواع على كام ده، ولكن يعني إحنا موحدينها بالنسبة لنا، احنا مثلا عندنا في بنك الدم موحدينها بهذه الطريقة. اللي سافر البلاد، طيب برضو دي من ضمن الحاجات اللي اصبحت صريحة جدا في الاي بي بي، ان كل الدول اللي كانت في اللي كانت مشاكلها مع اتش اي في تايب 1 او اصبحت ما فيش مشاكل، لانه اصبح بيتعمل لها سكريننج وموجوده في كل الكيتس تقريبا، وبالتالي اصبح بس السفر للاماكن المنبوءه بالملاريا، أو إنه الشخص اللي قضى في هذه الأماكن المبوءة الملارية 5 سنوات مجتمعة، اللي قضى فيهم 5 سنوات متتالية ومجتمعة، لو هيسافر للأماكن مثلا زي الولايات المتحدة، لو إنه هذا الشخص اللي قعد 5 سنوات في هذه الأماكن الإنديميك الملارية بيستنى، لازم ينتظر 3 سنوات حتى يتبرع. الشخص بقى اللي سافر لهذه الأماكن بس ينتظر سنة واحدة حتى لو إنه كان واخد ملاريا بروفلاكسس قبل ما يروح يزور هذه الأماكن. من أكثر الأماكن المشهورة في منطقة الشرق الأوسط زي إثيوبيا وإريتريا والكاميرون، كينيا وغينيا ونيجيريا وأفغانستان والسودان والصومال وتشاد وإكواتوريال أفريقيا الأفريقية الوسطى والجنوب. طيب كلها هنقوله بعد نتكلم عليه، ده مشاكل خاصة بالفاريانت جاكوب كروزفيلد جاكوب زيز، وهي الأماكن اللي كان ظهر فيها هذا المرض. فبيقال يعني الستاندر بيقول إنه اللي قعد 3 شهور في هذه الأماكن اللي هي من 1980 ل 1996 في الأماكن زي المملكة المتحدة وكل أماكنها، يعني كل الولايات بتاعتها يعني، او كل المناطق بتاعت المملكه المتحده، فيرفض رفض نهائي. اللي قعد في اوروبا من 1980 حتى الان 5 سنوات، 5 سنوات سواء يعني مش شرط يكونوا ورا بعض، يعني 5 سنوات على بعضهم في اوروبا برضه يرفض رفض نهائي. ده طبعا بالنسبه للاي بي بي. برضو من سنة 80 حتى الآن اللي خد أي blood component blood أو أي blood component في المملكة المتحدة أو فرنسا برضو يرفض رفض نهائي. اللي واخد أي دواء أو استرويد أو أي شيء لم يوصف له الطبيب يرفض رفض نهائي. الهباتيتس، ودي من ضمن الحاجات اللي اتغيرت تغير جذري جدا في التعامل معها، وموضوع 11 سنة اتلغى خلاص ونزلت الستاندر بطريقة مختلفة، وهي موجودة في FDA منزلها بطريقة واضحة جدا. عموما الرفض يرفض رفض نهائي لأي شخص كان تم تشخيصه أو كان سواء يعني clinically diagnosed أو عن طريق اللابوراتوري تيست كان كونفيرمد بالنسبه لهباتيتس بي او هباتيتس سي ات اني ايج. اي شخص اصيب ما قبل ذلك بهباتيتس بي او هباتيتس سي، اصيب يعني تم اثبات انه فعلا اصيب لهذه الهباتيتس بي او هباتيتس سي، حتى طبعا لو تم علاجه بعد كده، انما حتى لو انه اصيب بيها فيرفض رفض نهائي. الاشخاص اللي هم طيب واحد بقى اصيب بفيرال هباتيتس ولكن غير معروف، او يعني او حتى يعني ما تعرفش السورس بتاعه بالظبط ايه، الفيرال هيباتايتس ده يرفض لمده سنه فقط لا غير،
فقط لا غير سنه، ودي من ضمن الحاجات اللي اتغيرت. طيب اذا كان شخص عنده هيستوري لفيرال هيباتيتس او انه فيرال هيباتيتس او انه جاله هيباتيتس من اي انواع اخرى غير الهيباتيتس بي او هيباتيتس سي زي الهيباتيتس اي فيروس، او جاله انفكشوس مونونيوكلوز او فيرال هيباتيتس بشتاين بار فيروس او سايتوميجالو فيروس، ده يعتبر بالنسبه لنا مقبول جدا. يبقى اي شخص اصيب بفيرال هيباتيتس اوف انون او انسرتين كلينيكال دايجنوزيس، مش معروف، لا تشخص مظبوط او اي حاجه، بيرفض لمدتها. طب لو شخص بقى تشخص اصيب بفيرال هيباتيتس وتشخص على انه حاجه تانية غير هيباتيتس بي او هيباتيتس سي ايا كان، فبالنسبه لنا يكون مقبول بالنسبه له للتبرع زي الهيباتيتس اي او الابشتاين بار فيروس او السيتوميجالو فيروس. طيب اللي عايش او في سيكشوال كونتاكت مع شخص مصاب بالهيباتيتس، لو انه هيباتيتس بي يعني الشخص المخالط له، يعني لو ان المتبرع مخالط لشخص سواء مخالطه في المعيشه او في سيكشوال كونتاكت، هذا الشخص لو كان الشخص اللي مخالطه عنده هيباتيتس بي او عنده سيمبتوماتيك هيباتيتس سي او انون هيباتيتس، لازم يرفض لمده عام. خلاص. طيب اذا كان الشخص المخالط عنده نون فايرال هيباتيتس او اسيمبتوماتيك هيباتيتس سي، يقبل كمتبرع اسيمبتوماتيك هيباتيتس سي، والثانيه اللي هي سيمبتوماتيك يعني ما عندوش، عنده يعني كما يقال خامل، ما فيش اي اعراض عنده خالص، او انه مخالط لشخص اصلا مش فايرال هيباتيتس، ده يقبل جدا، ما فيش اي مشاكل. الملاريا بقت لمده برضو نفس الكلام، ما اتغيرتش، هي يرفض لمده 3 اعوام من نهايه العلاج. طيب بالنسبه لبروسيلا والشجاز والبابسيوزيس، رفض نهائي. بالنسبه للتوبركلوزيس، البروسيلا والتوبركلوزيس ماخوذه من الدبليو اتش او لانها صراحه مكتوبه في الدبليو اتش او. التوبركلوزيس بيرفض لمده 2 من افتر، يعني بعد ما يتاكد شفائه التام من المرض ده اللي هو الدرن، يعني التوبركلوزيس. طيب الليشمانيا، لو انه قعد وقت يعني اكستندد بيريود في الليشمانيا انديميك اريا، بيرفض لمده 12 اسبوع من رجوعه من هذه 12 شهر من رجوعه من هذه الرحله بالنسبه له. او انه لو انه شخص تشخص على انه كان مريض ليشمانيا قبل كده، يرفض رفض نهائي. طبعا عنده او كان مريض ليشمانيا قبل كده، يرفض رفض نهائي. دي ماخوذه يعني بعضها من اي بي بي وبعضها من دبليو اتش او. طيب الكانسر طبعا ممكن يعني احنا في بعض الحاجات فيها اتغيرت برضو، ان احنا اكسبتد localized cancer after treatment من غير اي deferral barrier، ودي من ضمن الحاجات اللي اتغيرت، زي مثلا البيزل سيل كارسنوما او الكارسنوما انسايتو، زي cervical carcinoma او حاجه. طبعا بعد completely cured ده accept without deferral period. طبعا بالنسبه للناس التانيين اللي هم عندهم history of solid organ او non hematological malignancy، لازم بيرفض لمده او يؤجل تبرع لمده 5 اعوام. بعد 5 اعوام ممكن يقبل، ده لو كان solid organ او hematological malignancy. طبعا اهم حاجه ان فعلا ما يكونش حصل له اي recurrence، ويكون ياكد هذا الكلام انه ما حصلوش اي recurrence. اي بيرفض رفض دائم تام لاي مريض عنده او متبرع عنده اي هيستوري او كارنت هيماتولوجيكال مالجنانسيز زي اللوكيميات او الحاجات اللي زي كده. الدايابيتس طبعا كل مرضى السكر مقبولين الا فيما عدا، وده برضو اصبح صريح جدا، فيما عدا الناس اللي بتاخد الانسولين الحيواني وليس الانسولين العادي او الانسولين المصنع،
ليس الانسولين اللي هو الهيومن او الانسولين المصنع، بس ده مرفوض فقط مرفوض فقط السكر طبعا ان هو كنترولد. فانا بالنسبه لي كلهم مقبولين فيما عدا الناس اللي بتاخد الانسولين اوف بوفاين فرش. ماشي. طيب تاني حاجه بقى نتكلم عليها وهي الاوتولوجاس دونيشن، او الشخص اللي بيتبرع لنفسه. طبعا مش بمزاجه، يعني الشخص اللي عايز يتبرع لنفسه سواء بيتبرع لاي اسباب، اسباب هو خايف من نقل الدم، او بعض معتقدات في بعض الاديان في تخص هذا الجزء انه يعني ما حدش يتبرع او حاجه زي كده، او ياخد دم غيره، ان ايا كان هو برضه مش بمزاج الشخص اللي عايز، لانه لها كرايتيريا قويه جدا لازم تنفذ. اول حاجه انه يكون عشان بنك الدم يقبل انه الشخص ده يتبرع لنفسه ويحفظها عنده، فمقبول انه اول حاجه لازم يكون الطبيب بتاع المريض نفسه هو اللي كاتب كده وهو اللي طالب بهذا الطلب. تاني حاجه وسامح بهذا الطلب. ممكن جدا انا ممكن بالنسبه لي المينيمم هيموجلوبين مش بيبقى 13 مثلا للميل و12.5 في الميل، لا ده ممكن يبقى 11 ما فيش مشكله، او هيموتوكريت 33. حد اقصى ان هو لازم يجمع قبل 72 ساعه من الجراحه او من الترانسفيوجن، خلاص لازم قبلها ب 72 ساعه من الجراحه او الترانسفيوجن. لو في اي علامات انه في بكتيريميا ف بيرفض رفض هذا الاوتولوجاس دونيشن، بيرفض رفض دائم، بيرفض رفض يعني في لهذه الطريقه. وطبعا لازم يتكتب عليه انه اوتولوجاس يوز اونلي في هذه الاش. طبعا في برضه في بعض الحاجات الاخرى اللي هي بتبقى كونترا انديكيشن للاوتولوجاس دونيشن، زي الناس اللي عندهم انستيبل انجينا لا يسمح لهم اصلا. طبعا دي امثله فقط، ولكن برضه يعني ممكن جدا الطبيب نفسه سواء طبيب بنك الدم او طبيب المريض نفسه يرفض، حتى لو انه ما عندوش هذه الليسته برضه ممكن من حقه جدا ان هو الطبيب المريض او طبيب بنك الدم يرفض التبرع. الانستيبل انجينا طبعا الناس اللي عندهم انستيبل انجينا من الناس اللي ما لهاش ان هي تبرع اوتولوجاس. المايكارديال انفاركشن او سيريبرو فاسكولار اكسيدنت، او عنده بالمونري او كاردياك ديزيز ولسه ما اتشخص ولا خد العلاج ولا بقى ستيبل، او انه عنده انتريتد اورتيك ستينوسيس. في حاجه اسمها دايركت دونيشن، او اللي هو شخص بيتبرع لشخص اخر، ودي يعتبر في حالات قليله جدا. بعض الناس بيبقى عندهم مشاكل في الانتي بودي، عندهم مالتيبل انتي بودي على ما بلقلهم شخص واحد، بيبقى صعب جدا. فهذا الدايركت دونيشن بياخد كل شروط اللي هي بتاعت الالوجينيك دونيشن العاديه خالص، ولكن بيختلف فقط انه ممكن التايم الانترفال بتوين دونيشن اند انذر دونيشن ممكن جدا يختلف، ولكن ده يكون تحت موافقه وتوقيع طبيب بنك الدم الموضوع. بكده يكون انهينا. افتكروا دايما انه الايفالويشن بتاع الدونر ده اول خط دفاع وحماية المرضى من أي مشاكل في نقل الدم، والإضافة إلى أن هو حماية للدونر نفسه عشان لا يؤذي نفسه. والحامي والواقي هو الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.